أعود مرة أخرى لسيادة المستشار، هل المرحلة الأولى والثانية يكون فيها مجموعة من المستشارين يتابعون مجريات انتقال الورق ومراجعته وفحصه بشكل شرعي؟ وهل ال40 يوم كافيين تحديدا لفحص هذه القضية اللي قوامها 737 متهم؟ المحكمة عندما تحيل الأوراق للمفتي بتحيلها بهيئة المحكمة كاملة، الأوراق بتنتقل إلى المفتي. طبعا أوراق القضية التي بلغت حوالي 22 ألف صفحة على ما أذكر، 40 يوم غير كافية للمفتي أن يتفحص الأدلة وأقوال الشهود وما أثير حولهم وحقيقة الاتهامات وحقيقة الواقعة. وإحنا نذكر أن المفتي في تصريح سابق قال بخصوص الإحالات له في أخذ الرأي في الإعدام أنه يبدي رأيه بشكل يؤيد ما انتهت إليه المحكمة، لأن المحكمة هي التي استمعت وهي التي قرأت وهي التي اطلعت، وهو يحاول أن يتنصل بذلك من مسؤوليته عن تأييد إعدام متهمين. الورق يفصح بجلاء أن هم الأمور يعني عاوز تقول أن رأي المفتي مهما كان وجود مستشارين أو عدم وجود مستشارين في المراحل الثلاثة هو غير ملزم للمحكمة، والمحكمة تستطيع أن تصدر حكمها بدون الرجوع للمفتي، لكن القانون بيقول لازم ترجع للمفتي. نعم، هو إجراء الإحالة للمفتي إجراء لازم وواجب، ولكن رأي المفتي استشاري للمحكمة، ربما المفتي يرى تأييد الإعدام والمحكمة تخالفه وتخفف الحكم، وقد يرى عدم جواز الإعدام والمحكمة تقضي بالإعدام. سيادة المستشار، هل خلال فترة عملك في السلك القضائي هل مرت لكم أي من القضايا التي أحيلت إلى المفتي وكان رأي المفتي مختلفا عن رأي المحكمة والتزمت به المحكمة أم لم تلتزم به؟ في قضايا عديدة طبعا، لكن هي برضو الجدير بالذكر أنه ما قبل انقلاب 3 يوليو قضايا الإعدام كنا يعني ممكن في دائرة المحكمة الحكم بالإعدام دوت يبقى يحصل كل 3 شهور حكم، كل 4 شهور حكم. ما كانش هذا الأمر اللي احنا بنشوفه الأيام دي، الأحكام المسيسة، الأحكام التي يعني الصورة اللي بنشوفها هنا النهاردة هي صورة غريبة جدا. ما قبل الانقلاب كانت الأوضاع تختلف تماما، يعني كل 3-4 شهور بنلاقي حكم بالإحالة وتأكيد هذا الحكم والإعدام، لكن النهاردة 75 و20 و30 و160 الأحكام ما بعد الانقلاب كشفت للأسف يعني عن خلل رهيب جدا في منظومة العدالة، خلل في سيادة القانون، خلل في منظومة القضاء. القضية اللي احنا منتظرين الحكم غدا بيه هي القضية الأشد عارا في جبين العدالة، في جبين سيادة القانون، القضية الفريدة التي تحول فيها المجني عليهم إلى متهمين بدلا من الاقتصاص لهم في الجرائم التي ارتكبت عليهم، تم تقديمهم للمحاكمة ويعدون أن يساقوا إلى منصة الإعدام، وهم في حقيقة الأمر بدل من أن نقتص الأسماء البلتاجي في مقتلها بيحال والدها أوراقه للمفتي ويساق إلى منصة الإعدام، هكذا عمار محمد بديع، بدل من أن نقتص لأكثر من 3000 من أشرف وأعظم رجال مصر. للأسف النيابة العامة في هذه القضية لم تفتح تحقيق للحصول على حقيقة الإجراءات التي تمت في مجزرة ربعة ومدى مطابقتها للقانون، بل على العكس المجزرة تمت بقرار من النائب العام هشام بركات، أصدر القرار بإجراء المذبحة وفي وفد من النيابة العامة حاضر هذه المذبحة. للأسف هذه القضية هي القضية الأكثر عارا ينظرها القضاء المصري. نعود مرة